مساء الخير على كل جماهير النادي الأهلي، مساء الخير على كل الجماهير المصرية. أهلا، برحب بيكم في قناة النادي الأهلي الجديدة. انطلاقة جديدة وعودة حميدة، عودة حميدة كمان على المستوى الشخصي. هاني رمزي ابن النادي الأهلي اللي دخل النادي الأهلي وهو عمره 10 سنين، وتربى في النادي الأهلي من سن 10 سنين ل20 سنة، وكانت انطلاقة الحمد لله بفضل ربنا وبفضل النادي الأهلي. انطلقت في عالم الاحتراف 15 سنة، عودة حميدة ليا بعد ما كان مشوار احتراف استفدت منه على المستوى الشخصي، مش عشان بس النادي الأهلي سابني أطلع أحترف، لا، عشان المبادئ والأخلاق والالتزام اللي اتعلمته وأنا سني 10 سنين لغاية 20 سنة هو ده اللي ساعدني إن أنا أكمل مشوار احترافي. عودة حميدة لانطلاقة جديدة لقناة النادي الأهلي العظيم، حاجة تليق باسم النادي الأهلي. إن شاء الله بإذن الله تكون كل برامج هذه القناة يعني تحظو إعجابكم، وأنا هكون إن شاء الله معاكم كل يوم من الحد للخميس من الساعة 10 للساعة 1 في البيت الكبير. البيت الكبير، أول ما بنسمع كلمة البيت الكبير بنفتكر العيلة، بنفتكر اللمة، هو ده اللي هتشوفه هنا معانا في البيت الكبير. البيت الكبير هيلم كل عائلة النادي الأهلي، كل رموز النادي الأهلي. هنتكلم على قضايا كتيرة جدا وأخبار النادي الأهلي وغير النادي الأهلي، هنتكلم على ملفات كتيرة جدا. نوعدكم في البيت الكبير إن إحنا هنحافظ على البيت وهنحافظ على الصورة اللي واصلة لكل بيت في مصر. مهم جدا إن إحنا نقدم إعلام يحترم الناس اللي بتتفرج علينا، هنقدم إعلام يليق باسم النادي الأهلي تحت شعار كبير جدا جدا كل جماهير الأهلي عارفاه، النادي الأهلي نادي المبادئ والأخلاق. هو ده اللي بنشتغل عليه، كل القائمين على القناة بيشتغلوا من هذا المبدأ. أنا تربيت على الكلام دوت، وكل الناس اللي بتشتغل في قناة النادي الأهلي أنا بشكرها جدا، بشكرها على القناة على مستوى الاستديوهات العالمي، أقدر أقول لك عالمي، على مستوى الاحترافية اللي بيتعامل بيها كل العمال من أكبر واحد في القناة لأصغر واحد. إن شاء الله نقدم لكم حاجة تحترمكم، إن شاء الله نقدم حاجة تليق باسم النادي الأهلي، وكمان المحتوى اللي مش بس الشكل العام، أنا بتكلم كمان محتوى كل البرامج هينول إن شاء الله إعجابكم، ويكون إن شاء الله انطلاقة جديدة لقناة النادي الأهلي العظيم بجماهيره بمسؤوليه بكل القائمين عليه. النهاردة مع بداية انطلاقة النادي الأهلي أحب أقول لكم إن إحنا عندنا مفاجأة، مفاجأة من العيار التقيل. راجل جه النادي الأهلي وكان عليه علامات استفهام كتير، يا ترى هينجح مع النادي الأهلي؟ يا ترى النادي الأهلي هيرجع تاني لعصره؟ الأهلي طبعاً ببطولاته غني عن التعريف، لكن كان فيه علامات استفهام وفيه تخوف من الجماهير. وصل للراجل دوت، عمل في رأيي الشخصي حتى من الناحية الفنية عمل طفرة في أداء النادي الأهلي، وعمل معادلة صعبة جداً، معادلة إن فعلاً بيعمل الشكل الجمالي مع النتائج وكسب ثقة الجماهير. معانا النهاردة ومعاكو مستر فايلر المدير الفني لفريق النادي الأهلي، هيكون مشرفنا النهاردة وهنفتح معاه حوار كبير جدا. مستر فايلر، زي ما قلت لكم معانا مستر فايلر، طبعا المدير الفني للنادي الاهلي، منورنا النهارده في اول حلقات البيت الكبير. هنطلع تقرير سريع جدا بيتكلم على مستر فايلر، ونرجع نشوف، والحديث ان شاء الله حديث مشوق، هنتكلم على كل حاجه، انتظرونا بعد التقرير. يمكن ديت بينقصها عمليه التحضير من الناشئين، ممكن ما يتعلمش ده في الناشئين، واتكلمنا انا وهو ان اللعيب المصري فعلا لو دخل، وعندنا امثال صلاح وتريزيجيه وحجازي، كل دوت لو خدوا الحاجات اللي ناقصاهم فعلا هيمثلوا ناديهم وبلدهم على مستوى عالمي كبير جدا. الكره الافريقيه، نيجي للكره الافريقيه، ازاي شايف البطوله الافريقيه الحاليه وحظوظ النادي الاهلي؟ طبعا احنا عارفين هنلعب في الدور قبل النهائي، حظوظ النادي الاهلي ايه؟ وشايف المباراه اللي جايه الشكل العام هيكون فيها ازاي؟ مباراة هتكون صعبه جدا طبعا، لان احنا بنتكلم دلوقتي
نتكلم في دلوقتي افضل اربع فرق في افريقيا اللي تاهلوا للدور قبل النهائي. طبيعي الاربع فرق طبعا عندهم مستوى فني عالي، وطبعا كلهم عندهم الاراده والرغبه ان هم يحققوا اللقب، كلهم عايزين يحققوا اللقب، كلهم بيحاولوا يبذلوا خسارة جهودهم عشان يحققوا اللقب. وطبعا لازم يكون في حسن الحظ مع اللعب والاداء الجيد، بس اعتقد ان احنا عندنا فرصه كبيره ان احنا نحقق اللقب. بس برضو بقول مره ثانيه بالاضافه الى الاداء الجيد محتاجين يكون معانا حظ كويس. اعتقد مستر فايلر ان فرصه كمان عوده الدوري اعتقد دي بتدي كمان اريحيه شويه للنادي الاهلي انه بيستعد بشكل جيد كمان للبطوله الافريقيه، يعني بطوله الدوري بعد توقف اكتر من 90 يوم. ازاي انت اشتغلت في الفتره الصعبه ديت، وازاي جهزت الفرقه او بتجهز الفرقه اولا استعدادا للدوري، وانا في رايي وطبعا الراي ليك وكمان الهدف، يعني ان شاء الله الدوري محسوم للنادي الاهلي بنسبه كبيره، لكن البطوله الافريقيه ازاي حضرت او ازاي بتحضر الفتره الصعبه ديت الاولاد ان هم يخشوا فعلا مسابقه الدوري على استعداد جيد جدا واستعدادا للبطوله الافريقيه. في الأول أنا شخصيا بتمنى كنت أتمنى إن احنا نبدأ الدوري بدري عن كده، لأن في أوروبا بدأوا بعد 3-4 أسابيع إعداد فقط وبيلعبوا كل 3 أيام مباراة. أعتقد المفروض نعمل ده في مصر برضو، للأسف احنا بدأنا متأخر شوية أو هنبدأ متأخر، لكن طبعا نقدر نقول ان احنا عدينا الموسم كويس، عدينا استهداف الموسم كويس بطريقه جيده. واعتقد ان احنا اول ما هنبدا الدوري واول ما هنخش في خضم المباريات اعتقد هنرجع تاني بادائنا الاولاني، وهنقدر نحسم الماتشات الحاسمه بالنسبه لنا الفتره الجايه وممكن نحقق اللقب. على مستوى التدريبات طبعا ما فيش مشكله، لكن انا اعتقد كمان اللعيب بيكون يستعد بشكل افضل وممكن يخش الفورمه اسرع لما بيكون في بعض المباريات الوديه. مستر بايلر تقريبا حاطط ماتشين او ثلاثه بس للاستعداد للدوري او لبدايه استعداد للدوري او بدايه الدوري، ماتشين بس وديين او في فرصه انه ممكن يزود كمان عدد من الماتشات. هو ماتشين ولعبنا ماتش كمان ما بيننا بين الفريق، فاعتبر 3 مباريات، 3 مباريات اعداد، 3 مباريات وديات. لكن طبعا مش دايما في مباريات، اعتقد هو بعد 3-4 شهور فتره توقف اعتقد الاهم ان احنا نعد لاعداد كتدريب افضل من المباريات التأهيليه. واعتقد انا شايف خطتي ماشيه كويس، خطه الاعداد ماشيه كويس، وانا بعد الفرقه بطريقه كويسه، وانا شايف اللعيبه دخلت في جو التمرين بشكل كبير ومركزين، واعتقد ان هيكونوا جاهزين في حال استئناف الدوري. طيب نخش لجزئيه اتكلمت على اللعيبه، يعني احنا وانا اتكلمت معاك بره الهواء اعتقد النادي الاهلي عنده عدد كبير جدا جدا من اللعيبه الموهوبين، عنده عدد في كل مركز نقدر نقول عنده لاعب او اتنين. من وجهه نظرك ايه اول ما جيت النادي الاهلي ايه المشاكل اللي قابلتك؟ يعني اول ما جيت ومسكت الفرقه قلت النادي الاهلي عنده مشكله في 1 2 3، ايه المشاكل اللي قابلتك مع بدايه توليه المسؤوليه؟ دايما احنا شغالين ان احنا نحل المشاكل، طبعا ما ينفعش نحل كل المشاكل دايما، بس بنحاول نحل معظم المشاكل. لكن طبعا بنقول الفرقه مش لعيب واحد، اكتر من لعيب، فده لازم نحل مشاكل اللعيبه كلها، وده دوري كمدرب. وطبعا الجماهير بتبقى بتركز مع اللعيبه، ولازم احب دايما اقول للجماهير مش الفرقه مش لعيب واحد او اتنين، الفرقه كلها بشكل عام هي المفروض يعني تحظى بالتشجيع، ولازم احنا نقبل ان احنا نلعب كفريق مش كلاعبين كعناصر، احنا كفرقه بشكل عام، ولا دوري ان احنا نحل مشاكل الفريق بشكل عام مش بشكل اللاعبين. افهم من الجمله الاخيره ان مستر بايلر دايما يحب ان النجم هو الفريق، يعني ان ما يكونش في نجم واضح وبيقول ده نجم النادي الاهلي فلان وفلان وفلان، بيعتمد شغلك ان النجم هو الفريق والتيم ورك نفسه، ما بتعتمدش على بعض الاسماء او بعض النجوم اللي ممكن تحقق بطوله. نو جي كومبت سور تو لي جوور، بعتمد على كل اللاعبين.
مش على لعيب واحد بعين. طبعا للاسف في لعيبه غايبه عننا بسبب اصابات ولعيبه كويسه جدا وكانت مؤثره جدا لكن للاسف غابوا عننا الاصابات، بس انا ما بفكرش في اللعيبه المصابه او الغايبين عني، بركز في اللعيبه المتاحه. لان احنا كفريق احنا كاسره احنا بنشتغل كاسره، والاسره المفروض كلها بتساعد بعضها نحقق افضل النتائج، وبنشتغل كاسره واحده من غير ما نفكر اسم لعيب بعينه كلنا هننجح. عايز اتكلم برضو وبكل امانه، يمكن من انا على المستوى الفني اللي شفته ان مستر بايلر من وجهه نظري انا ما دخلتش جوه الفرقه قوي، لكن شايف ان كل الفرقه او كل اللعيبه بتاخد فرص من خلال عمليه التدوير في المراكز. يعني كنا بنشوف احيان كتيره جدا جدا على سبيل المثال وليد سليمان ممكن يبدا وبعدين الماتش اللي قبليه ما يبداش، عندنا تدوير كامل. ف مستر بايلر انت عندك رؤيه معينه لتدوير اللعيبه بتعتمد بشكل كبير على 23 لعيب مش على 12 لعيب بس؟ ده صحيح، انا باكد انا بشتغل بالطريقه دي دايما، بحب دايما اعتمد على مجموع اللاعبين لان اللعيبه كلها عندهم امكانيه ان هم يمثلوا النادي الاهلي كلهم على مستوى فني عالي. انا بتابع اداء اللاعبين كلهم وانا بشوف اللعيبه كلهم بيلعبوا بشكل جيد، علشان كده بديهم فرصه كلهم، ما بديش فرصه للعيبه معينه وبحط الباقيين كاحتياطي. انا ما عنديش احتياطي واساسي. ممكن يقابلوا بعض المشاكل في الحته ديت، عمليه تدوير اللاعبين ممكن اللعيبه مش متعوده على النظام دوت، ممكن يقابلوا مشاكل في الحته دي شويه من خلال ان تثبيت تشكيل معين او هو بالنسبه له قابلته مشكله في الحته دي من الناحيه الفنيه او من ناحيه جزئيه اللعيبه. لا ما حصلش ده. طبعا اكيد اي لعيب ما بيلعبش بيكون محبط بيكون حزين، لكن ده شيء طبيعي وبقبله طبعا، لكن انا وصلت كل لعيبه ان كل واحد ليه وزنه وليه قيمته في الفريق، وزي ما بقول دايما ان الاهم بالنسبه لي هي الفرقه كلها تكون ظاهره والفرقه كلها هي تكون نجم مش نجم واحد، وفي الاخر لما اللعيبه كلها بتكسب الاحتياطي او الاساسي بيكسبوا. اوكي انا يعني برضو في سؤال انا تقريبا باخد يعني واحد من الجمهور، يعني انا ما بسالش اسئله فنيه لكن كاني واحد من الجمهور وعايز ابلغه ان كان من الصعب جدا ان في مدرب يجي بالسرعه ديت ياخد ثقه الجماهير وكمان ثقه اللاعبين. الشغل النفسي اعتقد واضح جدا من خلال حتى انا رؤيتي الجزء النفسي. انت شايف انه كمدرب، لان في نوعين من المدربين، مورينيو ما بيعتمدش على الجزء ده بشكل كبير على العكس ان مثلا يورجن كلوب بيشتغل على الجزئيه دي بشكل اكبر، من وجهه نظرك الحته دي بتشتغلها بشكل كويس؟ يعني انت انهي نوع من انواع المدربين دول؟ يعني مدرب ممكن نتكلم عن اللعيبه او بياخد قرارات صارمه وهو ده اللي بيتنفذ؟ يعني الحاجة اللي أقدر أقولها إن عندي أفكاري الخاصة بيا وبطبقها وبطلبها من اللاعبين وهم لازم يتبعوا أفكاري. لو اللعيبة احترموا فكري فدي حاجة كويسة وأنا بشتغل معاهم، لكن طبعا مش دايما كل اللعيبة بتحترم طريقة تفكيري، لكن لازم أقول الحقيقة إن من وقت للتاني صعب تقول الحقيقة، لكن طبعا الأهم إنك تقول الحقيقة وده شيء مهم طبعا عشان اللعيبة تعرف أنا بفكر إزاي وبشتغل إزاي وما جدهمش أعذار وما لعبوش. لكن طبعا بعض الاحيان في لعيبه بيبقوا مبسوطين ان هم ما بيلعبوش او مش اساسيين، بس انا مش هقدر ارضي كل اللاعبين. في الاخر في 11 بس اللي بيلعبوا والباقيين لازم يكونوا احتياطي، والباقيين حتى ممكن يبقوا احتياطي ممكن يبقوا في المدرجات. فانا لسه الحته النفسيه دي مهمه اتكلم معاهم فيها، بس في الاخر لازم يقبلوا لان في الاخر ده نظام كره القدم. وفي الاخر الحقيقه بتتعب ساعات بس بتسهل كتير. لا بتتعب كتير، انا كنت مدرب وعارف بتتعب كتير. انا شايف ان افضل انك تشتغل بالطريقه دي بوضوح افضل ما بتقعد تلف وتدور. انا طبعا من الحته دي مش عايز اخش على جزئيه، يمكن كنت برضه بتكلم مع صالح جمعه كان معايا في الاولمبياد ولعيب مميز جدا، كان في بعض الكلام ان هو خارج النادي الاهلي او ما تعتمدش عليه بشكل او باخر.
واتكلمنا انا وانت واتكلمنا ان صالح جمعه كفنيا لعيب كويس، وسمعنا في الاخبار برضو انك كان في جلسه خاصه مع صالح جمعه للفتره اللي جايه. رؤيتك ايه بالنسبه للجزئيه دي لصالح جمعه، واستفادت النادي الاهلي من صالح جمعه؟ وكمان لازم صالح جمعه يكون عارف ان يعني النادي الاهلي اكيد ما بيقفش على حد، لكن عايز اعرف رؤيتك ايه للجزئيه دي. Alors d'abord, j'aimerais pas trop parler des joueurs. أنا ما بحبش أتكلم بشكل فردي على لعيبة بعينها. لا طبعا. لكن ممكن أجاوب برضو على السؤال. النهارده لو حللت أداء اللعيبة اللي معايا في الفريق، مش هتكلم بس على الناحية الفنية، هو فنيا عالي جدا صالح جمعة من اللعيبة كويسين معايا في الفريق، لكن برضو الحتة البدنية والحتة البدنية لازم يكون جاهز عشان يلعب، وبرضو ذهنيا يكون جاهز عشان يشارك مع زمايله ويقدر يتحرك كويس من غير كورة، لازم يجي كويس في الملعب، يجي في الاتجاه الصحيح. في عنده حاجات واجبات كتيره جدا المفروض يلعبها ويأديها في الملعب غير الناحيه الفنيه، ولازم يكون مفيد لزمايله في الملعب، لازم يوري زمايله ان هو عنده حاجه مختلفه وحاجه ممكن يضيفها لزمايله، وطبعا لازم يكون عنده فرصه ان يحسن من ادائه علشان يقدر يشارك الفتره الجايه معانا. مستر بايلر، برضو لاحظنا مع بدايه تولي المسؤوليه في النادي الاهلي اعتمد على طريقة 4-2-3-1 على ما أعتقد، رؤيتك في توظيف اللعيبة إزاي، وهل استقبلت اللعيبة النواحي الفنية أو طرق اللعب اللي أنت قمت بيها استقبلوها بسهولة، ولا كان في صعوبة في التحفيز وصعوبة في الوقفة وصعوبة في الحاجات اللي احنا بنقابلها كمدربين، عملية الكفرينج، عملية توسيع الملعب، عملية الانتشار، يعني برضو ديت عملت التوليفة السريعة دي إزاي؟ Alors, je pense les performances confirment que les joueurs ils ont bien compris. أداء اللي أظهروا اللاعبين واضح جدا ان هم اللي فهموا استوعبوا طريقة لعبي. هو طبعا انا ما بحبش اتكلم عن طريقة لعب بعينها، انا بتكلم كل واحد في دوره ازاي في الملعب يؤدي دوره، وازاي كل واحد ازاي يلعب هجومي ودفاعي في نفس الوقت، ازاي يكون ليه دور هجومي ودفاعي، بمعنى المهاجم بيدافع في وقت الدفاع والمدافع يهاجم وقت ما يكون فيه هجوم. عايزين يعني برضو ناخد من الجزئيه الفنيه دي شويه، الطريقه كل مدرب وليه طريقه بيحبها، وكل مدرب بيشتغل على حسب الادوات اللي قدامه. احنا شفنا الاهلي في فترات اللي فاتت 4-2-3-1، ممكن نشوف بيلعب براسين حربة على سبيل المثال، ممكن نشوف ان الطريقة دي تتغير في الفترة اللي جاية، ولا مستر بايلر من المدربين اللي بتثبت طريقة وممكن يغير على حسب يعني حالة الفريق اللي قدامه او حالة الفريق نفسه اللي بيمرنني؟ Alors moi j'ai pas un système dans ma tête. ما عنديش طريقة لعب واضحة بلعب بيها. Le système que je joue, c'est toujours des points. ما عنديش طريقة في دماغي بلعب بيها، الطريقة اللي بلعب بيها هي على حسب معطيات المباراة، وطبعا على حسب أداء اللاعبين بتوعي في المباراة والمتغيرات اللي بتحصل أثناء المباراة. ببص طبعا على حسب اللعيبة بتاعتي وأدائها في خلال المباراة، وبقول لهم بطلب منهم بيلعبوا ويلعبوا أدائهم الأمثل علشان يكسبوا الفرقة، فبالتالي ممكن أغير من طريقة اللعب خلال المباراة على حسب ظروف الماتش. طبعا ان شاء الله باذن الله يعني اعتقد بطوله الدوري محسومه بشكل كبير جدا، وهدف كل الاهلاويه واكيد الهدف الاكبر لمستر بايلر والفريق هي البطوله الافريقيه. انت شايف فرص النادي الاهلي ازاي في الحصول ان شاء الله باذن الله على هذه البطوله؟ زي ما قلت احنا عندنا اربع فرق وصلوا دور قبل النهائي، فرق قويه جدا، افضل اربع فرق في افريقيا احنا في دور قبل النهائي، يعني لازم نقسم الفرص على الاربع فرق، كل فرقه ليها 25% نسبه الفوز. طبعا هدف كل الفرق من الفرق الاربعه انه يحققوا اللقب، واحنا فرقه من الاربع فرق، واحنا كافراد جهاز ولاعبين وجماهير كليه بنحلم نحقق اللقب، بنحقق نرجع الكاس للنادي تاني. طبعا الحلم
مشروع ومن حقنا نحققه وممكن نحققه بسهوله، بس طبعا مش بسهوله ولازم نبذل مجهود كبير عشان نحققه. انا طبعا مش هتكلم غير ان انا اقول ان احنا بنحلم نحقق اللقب، وبحب امشي مرحله مرحله. انا عندي دور قبل النهائي صعب جدا قدام وداد في كازابلانكا، لازم في ماتش الذهاب نلعب كويس ونحقق نتيجه كويسه عشان ماتش العوده نحقق نتيجه كويسه ونتاهل دور النهائي، وبعد كده نفكر هنعمل ايه في المباراه النهائيه. هاخد من كلامه واقول في فتره من الفترات كان الاتحاد الافريقي قال ان المباراه هتكون مباراه فاصله، مباراه واحده. انت شايف العوده تاني للمباراه الذهاب والعوده دي صالح النادي الاهلي؟ انا متفاهم طبعا ان احنا لو لعبنا مباراه واحده هتبقى زي اوروبا، هتبقى اسهل طبعا، هتسهل جدا علشان في طبعا عشان الفيروس الكورونا هيبقى اسهل طبعا لو كان مباراه واحده. بس انا شخصيتي بحب دايما اقلم نفسي على ظروف ما اقدرش اغيرها. لو كنا لعبنا مباراه واحده كانت هتبقى افضل، تبقى كويسه. بس لو مش هيحصل مشكله لو لعبنا مباراه او مباراتين، سواء لعبنا مباراه او مباراتين، هنحاول نبذل كفالة جهدنا عشان نكسب في مجموع مباراتين ويتاهل للمباراه النهائيه. يعني انا اعتقد يمكن في شويه مفاجاه في الكلام ان هو كان مباراه واحده كانت بالنسبه له مش افضل، لكن كان بالنسبه له ما فيش مشكله، لان بعض الناس بتقول ان المباراه الاولى لما بتكون مثلا على ارضك بتحاول بتحرز اهداف كتير، مباراه العوده لما يكون وسط جمهورك ممكن جدا عامل الجمهور بيساعد شويه. وخاصه لما ان شاء الله باذن الله يكون يعني موضوع كورونا ده اقل شويه ويبقى حتى اللعب على ارضك احساس اللعيب بيختلف شويه. فيعني دي مش بتبقى فرصة أفضل، إنه بتلعب مباراة لها حساباتها وبعدين المباراة التانية بتبني على المباراة الأولى على حسب نتيجتها. بالنسبة لك الموضوع ما فيهوش اختلاف كبير؟ انا بقلقش نفسي، بقعدش افكر اذا كانت مباراه واحده او مباراتين، او بعملش زي ما انت بتعمله او زي جماهير ما بتقول مباراه واحده او مباراتين افضل. يمكن انا عشان بقالي فتره في كره القدم وبقبل اي ظروف بتحصل، يعني زي ما بيحصل في اوروبا، انا بحاول بقدر الامكان ما اقلقش نفسي بالمتغيرات وبقبلها على طول. زي ما بقول ما عنديش اي مشكله سواء مباراه واحده او مباراتين، في كل حالات لازم نكسب المباراه اللي نلعبها. اذا عايزين نتاهل للنهائي ونكسب اللقب لازم نفوز، لازم نادي افضل اداء عندنا. واعتقد برضو الخصم برضو هيقول نفس الكلام، هيقولوا برضو احنا عايزين نلعب ماتشين ذهاب او عوده او ماتش واحد. في الاخر انا شايف ان الموضوع اللي يحسم هو أدائك في اللعب سواء مباراة واحدة أو مباراتين، وإعدادك للمباريات اللي هتلعبها، وإنك تأدي مباراة كويسة سواء مباراة واحدة أو مباراتين وتتأهل للدور النهائي. لعبنا مباراتين لعمر مباراة واحدة، لازم تدي أفضل ما عندك وتدي أفضل أداء عندك عشان تتأهل تستحق التأهل للمباراة النهائية. هو طبعا التحضير لما بتكون مباراة نوك أوت، التحضير حتى التحضير النفسي والتحضير للمباراة دي بيختلف. أعتقد لو في مباراتين حتى التحضير النفسي، التحضير كمان للنواحي البدنيه اعتقد بيبقى فيها اختلاف. يعني ممكن فعلا اعداد مختلف، انا متفق مع حياتك، لكن بكرر مره ثانيه، لكن برضو نفس الظروف دي بالنسبه لخصمنا، والفرقه اللي قدامنا فرقه قويه جدا وفرقه كويسه جدا، واحنا تبقى في نفس المستوى احنا فرقتين. واعتقد ان الاختلاف الظروف ده مش هيغير من حاجه، احنا او خصمنا هيتقبل سواء مباراه واحده او مباراتين. تتمنى تقابل الزمالك في النهائي؟ ليه لا؟ طبعا في الاول زي ما قلت قبل كده وقلتها قبل كده على الملأ، ان في منافسه وده حاجه مطلوبه، المنافسه مطلوبه، لكن في كره القدم لمصلحه كره القدم المصريه هيبقى رائع ان فرقتين مصريين يوصلوا النهائي. طبعا حاجه غير قابله للجدل ان وصول الاهلي والزمالك مباراه نهائيه شيء رائع لكره القدم المصريه. وطبعا بالنسبه لنا هيبقى شيء مهم، وطبعا مش هيبقى صعب انك تتاهل للنهائي، طبعا التاهل هيبقى صعب. لو هتلعب النهائي، لو وصلت النهائي مش هيهتمك هتلعب قدام رجاء او الزمالك، لان في الاخر هيبقى عندك هدف واحد هو الفوز بالمباراه النهائيه سواء قدام الزمالك او الرجاء. مستر بايلر، طبعا انت لعبت في الدوري السويسري، ويمكن كنا زملاء في وقت من الاوقات، برضو عايزين والناس تعرف ايه الفروقات بين الدوري السويسري والدوري المصري. يعني احنا دايما بنتطلع للافضل ودايما بنبص ان احنا عايزين الكوره بتاعتنا والدوري بتاعنا يرتقي للافضل.
من وجهة نظرك لو انت خبير جاي وبتقول الدوري المصري ناقص له 1 2 3 علشان نبدأ نحط رجلينا على المستوى الدولي، نبدأ منين؟ أعتقد خططيا أعتقد إحنا عندنا هنا فكر عالي خططيا في الدوري المصري. أنا بس بقرر إن إحنا عندنا مشكلة المفروض نشتغل عليها، هو التحرك بدون كورة، لأن لعيبة كرة القدم المصرية بيحبوا جدا يحتفظوا بكرة القدم وما بيحبوش يتحركوا كتير. أنت لعبت في الدوري الألماني وأنت عارف بيتحركوا إزاي، بيجروا زي المجانين من غير الكورة، وإن ليهم دور من غير الكورة زي بالكورة بالظبط. احنا هنا في مصر للاسف في لعيبه بتريح في المباراه ما بتجريش، وده شيء طبعا مش موجود دلوقتي في كره القدم الحديثه، وشيء طبعا انا دوري انا المفروض اغيره، انا كمهمتي الفتره الجايه ان اغيره مع النادي بتاعي، وبتكلم مع لعيبه كتير بقول لهم المفروض تغيروا ده من ادائكم، وده تغيير تغيير نفسكم، تغيير حتى في الحاله يعني تغيير عقلي يعني حتى الفكره نفسها وتغيير عقليه اللعيب الى حد ما، يعني الى حد ما مش هيقدر يغير طبعا كل حاجه، يبقى العمل اوتوماتيك يعني. طبعا ذهنيا اتكلمت مع اللعيبه بتاعتي قلت لهم من فضلكم ابتدوا تفكروا بطريقه مختلفه، وده طبعا واضح ان ما بتقالش من مره واحده ممكن كل حاجه تتغير، محتاجين ندفعهم ونشتغل معاهم، نعمل تدريبات ونكرر عشان يحفظوا جمل معينه ويعملوها في الملعب، ولازم اشتغل مع اللعيبه بشكل فردي ومع الفرقه بشكل كامل، مع الفريق مع صفوف الملعب كلها، صفوف الفريق كلها طبعا. بس اللعيب كره القدم لو عنده اراده ان هو هيحسن من ادائه هيحسن عشان خاطر نفسه، لانه في الاخر هو هيحسن من ادائه ومن اداء فرقته، ولازم يواكب كره القدم الحديثه. احنا لو عندنا بعض لاعبين في الفريق هم عايزين هم سعداء ان احنا اننا احسن من ادائهم، ده هيبقى حاجه هتساعدني كتير في شغلي، واعتقد هتعود بالخير على الفرقه كلها. طيب انا اتكلمت برضو معاه، واعتقد الاعداد بيحضر حاجه ممكن تبقى مفاجاه ليه، ان احنا اعتقد موسم 92 93 او 93 94 كان مستر فايلر بيلعب في ارو وانا كنت بلعب اعتقد في نيو شاتل، فده دي صوره يعني من المباراه، اعتقد المباراه ديت خلصت 3-0 وبرده الاعداد يقول لي انا مش فاكر اصلا لعبت المباراه ما كنتش فاكر. واضح جدا احنا اللي كسبنا 3-0، احنا اللي كسبنا 3-0 مش انتم، احنا اللي هو انا نيو شاتيل ولا احنا اللي هو ارو سيكي ارو ديفنسور يعني، بس اقول له المباراه الثانيه كسبنا 3-0 وانا جبت جون. اوكي لما تجيبوا الحاجه اللي جبت فيها الجون يا جماعه. سي نو نو زافو ماركي بيقول هسجلنا جون دلوقتي اهو. سيكيسا سيكي سي ماركي الكساندروف اكل نمرات 14 كنت بلبس رقم 14 لابا انا بلعب على الطرف. اوكي اطوات بلعب ناحيه اليمين وانا 3-0 هم اللي كسبوا. 3-0 فعلا 3-0. طب ما فيش ماتش اللي احنا كسبناه ولا ايه؟ ده كويس قوي، ده ماتش ب 25 سنه كويس ان في صوره اصلا في لقطات موجوده لغايه دلوقتي. لا طبعا من الذكريات الجميله يعني ان يعني الواحد لعب في الدوري السويسري 4 سنين او الكسندر اجين. طب يا جماعه كفايه كده بس عشان المنظر، كفايه قوي كده نطلع نرجع للحديث عشان ايوه عشان انا تقريبا انا نمره 4 اللي كنت عملت تاكلنج الاولاني ده، فاقفل ايوه نرجع للحديث. اوكي طبعا من يعني من الحاجات السعيده جدا، وانا يمكن يعني حتى عمر من الاصدقاء اللي هو المعد اللي عمل الفيديو دوت، انا كنت مفاجاه بالنسبه لي لان ما كنتش اصلا فاكر الموضوع، وكان فرصه سعيده جدا ان احنا نشوف بعض على في الدوري السويسري مره تانية. يعني كان صعب اللقطات دي كانت صعبه من زمان جدا. انا شفت نفسي في الماتش مره واحده بس ما شفتكش، انت كنت موجود ولا انا ما شفتش؟ انا مش عارف كنت موجود، بس انا متاكد ان هم قالوا لي ان انت كنت موجود فانا كنت موجود.
انت لعيب كبير، كنت لعيب كبير. لعبنا قدام بعض لعبنا ضد بعض. وكان معانا حسام وابراهيم طبعا، اعتقد هو كمان عارف حسام وابراهيم التوأم كانوا بيلعبوا معايا في نيوشاتيل. انا عارف بدايه المصريين لعبوا في سويسرا كنتوا الثلاثه. صحيح صحيح. وبعد كده طبعا يعني بدات حتى بدات سويسرا بقت خطوه لاحتراف اللعيبه المصريين. يعني النني راح كان بيلعب بازل، صلاح كان في بازل، انا من اول ما بدات في نيوشاتل. فانا في اعتقادي برضه مستر بايلر انه مهم جدا ان اللعيب المصري ممكن الخطوه انه ينتقل من الدوري المصري لدوري كبير زي الدوري الالماني او الدوري الانجليزي دي قفزه كبيره جدا. فان هو يمر على دوري سويسري او الدوري البلجيكي بيتحضروا للدوريات الكبيره. ايوه بالظبط، لان في سويسرا السويسريين يعني جد جدا ومنضبطين جدا في ادائهم. تبدا اصلا كلاعب محترف تبدا في سويسرا هتتعلم حاجات كتيره جدا هتفيدك في الكارير بتاعك كلاعب محترف. وخططيا برضو على مستوى عالي لما تخلط بين الموهبه اللي عند المصريين واللي هتتعلمه في سويسرا من اداء من التزام ومن خطط، اعتقد هتبقى اعداد جيد بالنسبه لك كلاعب كره قدم وداخله كويسه جدا للدوري الاوروبي وممكن تقدم نفسك في الدوريات الاقوى بعد زي محمد صلاح كده وزي تريزيجيه. دلوقتي بداوا برضه بنفس الطريقه والنهارده اعتقد اكتملوا بعد ما لعبوا حتى على المستوى حتى على المستوى البدني. ومحمد صلاح كان معايا في الاولمبياد وتريزيجيه كان من قريب. حتى على المستوى البدني بنحس فارق في على المستوى البدني حتى في تشكيله الجسم في القوه البدنيه في حجم العضلات. فده برضو بنشوفه من خلال اللعيب عنده بيطور نفسه وكمان الجو العام والسيستم اللي خش فيه هو اللي بيطور اللعيب يعني. ويمكن ده اللي ناقصنا شويه في مصر كل امانه يعني. انا ما اقدرش اكد للحته دي بس انا شايف ان اللعيب هنا في مصر بدنيا انتوا كويسين مش محتاجين اي اعداد بدني زياده. انا شايف طب الشغل البدني المعدين البدنيين كويسين هنا بيعملوا شغل كويس في مصر. يمكن قبل كده كان ما كانش بالشكل ده بس اعتقد النهارده الاعداد البدني كويس في مستوى مصر واللعيبه المصريين مستواهم بدني عالي. طيب على نتكلم ان جنرال على المستوى العام للدوري المصري، المستوى العام من خلال الفرق، المستوى العام من الناحيه الفنيه، نتكلم اكتر من الناحيه الفنيه شايفه ازاي؟ يعني شايف عامه بدون ذكر بعض الأندية أو مستوياتها، لا بشكل عام أنت شايف أن الدوري المصري على المستوى الفني دوري قوي على المستوى لو اتكلمنا على المستوى العربي أو الأفريقي؟ المستوى المصري فنيا عالي. بنشوف ان اللعيبه بتحبوا يلعبوا وعندهم حب لعب كره القدم وبس للاسف بيحبوا يحتفظوا بالكوره كتير في رجليهم وبيلعبوا كويس فنيا بيتصرفوا كويس بكره القدم وبيأدوا كويس وهم عندهم الفكر والثقافه الكرويه بس بيحبوا يحتفظوا بالكوره كتير. ما هي دي برضو اللي اتكلمنا فيها وقلنا يمكن اللعيب المصري في جزء مظلوم منه شويه ان الاكاديميز او القطاع الناشئين ما كانش بيشتغل بالشكل العلمي شويه او بيشتغل بالشكل المناسب لانه يأهل اللعيب لما يطلع على المستويات الاعلى بيكون جاهز. يعني ده رايي ان هو مظلوم لحد ما. وكمان عندنا احنا الكوره عامه الكوره المصريه او الكوره البرازيليه قريبه من بعض اللي هو بيحب يحتفظ بالكورة كتير وبيبين مهاراته بشكل أفضل فهو بيحس إن الجزئية ده أنا في رأيي إن الجزئية دي لازم نشتغل عليها من قطاع الناشئين ولازم نشتغل عليها من وإحنا صغيرين يعني. بالظبط متفق مع حضرتك لأن على مستوى الناشئين هيبقى سهل تحفيز الولاد إزاي يلعبوا أداء مختلف. لو هتصلح أخطاء مع لعيبة كبيرة في السن هيبقى أصعب كتير إنك تشتغل على مستوى الناشئين. عشان كده مهم جدا تشتغل معاهم على مستوى قطاع الناشئين. تمام نطلع فاصل سريع جدا ونرجع بعد الفاصل مع مستر فايلر. كبير وقناة النادي الأهلي مستر فايلر، نرحب بيك مرة تانية مستر فايلر
وعندنا سؤالين بس، والسؤال الأولاني مدى رضاك عن المستوى النادي الأهلي؟ يعني كل مدرب بيتمنى أنه بيوصل للقمة 100%، نقدر نقول مدى رضاك ووصلت بنسبة قد إيه للمستوى اللي أنت تأمله يكون في النادي الأهلي؟ دلوقتي قدامنا حوالي 10 ايام على استئناف الدوري مره ثانيه، يعني ممكن نقول يعني 75% المستوى اللي انا منتظره، واستبع مع استئناف مباريات الدوري اعتقد المستوى هيرجع تاني زي ما كنا قبل ما كنا قبل فتره التوقف. دلوقتي انا ممكن اقول ان انا حاسس الاداء 75% او جاهزيه 75%، وال 25% هيتحققوا مع استئناف الدوري بعد 10 ايام ان شاء الله. احنا عارفين مسهرينه، بس هو كان عنده كمان ماتش بكره فمش عايزين نسهره اكتر، فهو بس يقول لنا كلمه لجماهير النادي الاهلي في الانطلاقه الجديده لقناته، قناه النادي الاهلي اللي انت مشرفنا فيها، كلمه بس للجماهير وتلحق تنام عشان عندنا ماتش بكره. الأول للأسف إن الجماهير للأسف ما يقدروش يجوا يساندونا في الاستاد، كنا نتمنى يكونوا موجودين معانا في المدرجات. لاحظت إن عندنا جماهير رائعة، جماهير النادي الأهلي دايما في ظهرنا وبيساندونا وبيساعدونا كتير، واللي شايفه دلوقتي هنا بعد ما وصلت في مصر بيأكد لي الفكرة كانت موجودة في دماغي، ان يعني ايه قيمه النادي الاهلي، نادي اهلي، نادي عظيم. وطبعا شرف ليا ان اشتغل مع نادي ليه جماهير كبيره زي جماهير النادي الاهلي، جماهير بتتابعنا عن كسب، واتمنى ان شاء الله يكون موجودين معانا على طول في كل مباراه، وانا سعيد جدا اتابعكم في قناه النادي الاهلي. بنشكره طبعا جدا، واقول له برضو ان شاء الله هجي له النادي الاهلي عشان اعوض ال3-0 دول، ان شاء الله اعوضها في النادي الاهلي، بس اخس لك شويه. نورتنا مستر فايلر، وبالتوفيق ان شاء الله. اوكي داكور، جود لك الله. اوكي ماشي، دلوقتي هي فاصل سريع جدا ونرجع مع حضراتكم. يا رب حبب فينا خلقك واجعل في وشنا القبول، قولوا امين. مساء الخير، مساء الخير على جمهور نادي الاهلي العظيم، مساء الخير على الملايين اللي بتتفرج علينا داخل وخارج مصر، مساء الخير يا جمهور يا عظيم يا متصدر اول 4 مراكز في الترند. مساء الخير عليكم، انا سهام صالح معاكم كل يوم من الحد للخميس في بيتنا الكبير، البيت الكبير ده اللي هيكون معاكم يوميا من 10 لـ1 مساء علشان نتكلم في كل حاجة. انتوا جمهور عظيم وانا فخورة، ودي لحظة تاريخية في مجالي المهني اني اكون النهاردة موجودة معاكم في منصة عريقة تمثل النادي الاهلي. برحب بيكم مرة تانية، ومن الحاجات يمكن اللي أسعدتني جدا جدا النهاردة إن إحنا كجمهور عظيم لا نقبل بأقل مما نستحق. طب ده معناه إيه؟ لما نروح كده نشوف الصورة، تعالوا كده مع بعض مخرجنا كده يورلنا صورة الترند النهاردة. النهاردة إحنا متصدرين أول 4 مراكز في ترند، زي ما قلت لكم أول هاشتاج معانا النهاردة جمهور الأهلي وراك يا ريس. ده مش كلامي أنا، ده كلامكم انتوا يا جمهور. والحقيقه النهارده ده مش كلام بس، احنا النهارده لما بنتكلم عن استقرار او تطوير ما بنتكلمش عن حالنا هنا في قناه الاهلي، نبص حوالينا هنلاقي استقرار وهنلاقي تطوير في كل المجالات. انا سعيده جدا ان انا من ضمن هذه المنظومه الاعلاميه الكبيره. برضو انا يعني لما بتكلم النهارده بشكل شخصي جدا او حاجه عايزه اقولها لكم كده النهارده في البيت الكبير، لما قالوا لي ان انا هعمل البرنامج ده، وده على فكره من اول يوم الكلام ما كانش على اي برنامج خالص، ولو انه يعني اي برنامج هقدمه في قناه النادي الاهلي ده يمثل يعني حاجه كبيره جدا بالنسبه ليا، ولكن كان الاتفاق من اول يوم على برنامج البيت الكبير انا وكابتن هاني رمزي. ف
أول حاجة أجمعنا عليها أنا والقائمين من أكبر راس لأصغر راس في المحطة هنا، إن إحنا نتكلم في كل القضايا الرياضية وكل الموضوعات اللي تخص حضراتكم بشكل موضوعي جداً وحيادي جداً وصادق جداً. ده شعار البرنامج ده. لما هنتكلم في البيت الكبير من الحد للخميس من 10 لـ1 يومياً، هنتكلم بشفافية، هنتكلم أو هنجمع كل وجهات النظر تحت شعار واحد. شعار طبعاً بقى هنقول المبادئ، هنقول الأخلاق، هنقول البيت الكبير، البيت بيت الأهلي. النهاردة برضو وأنا بتكلم مع حضراتكم وبأكد عليها تاني وتالت، إن إحنا لما هنتكلم مع كل الناس، مع كل الضيوف. ضيوفنا هيكونوا متنوعين جدا ومميزين، هيكون معانا فقرات كتيرة جدا ومفاجآت كبيرة جدا، بنوعدكم بده. وده اللي انتوا فعلا تستحقوه، لانكم اسم كبير وجمهور عظيم بيمثل ملايين. مش عايزه اقول بقى 60 مليون و80 مليون و90 مليون، افتكر ان احنا اكبر من كده بكتير. ولو احنا اتكلمنا في العالم كله، نادي الاهلي نادي واسمه كبير. لما بتكلم برضو عن حاجه مهمه جدا الحقيقه، وجهه النظر الاحاديه اللي احنا يمكن بنشوفها في يعني في اغلب الوقت بين الجماهير هنا النهارده، وجهه النظر ديت مش هتلاقوها. كل الناس هتتكلم بصدق وكل الناس هتقول رايها، مش بخناق ومش بصوت عالي ومش بزعيق ومش باي حاجه خالص. هنتكلم بكل هدوء في البرنامج ده في البيت الكبير. اسمحوا لي ان انا ارحب بزمايلي المنتشرين الحقيقه من صباحيه ربنا، وعملوا مجهود كبير جدا من اول النهار علشان ينقل لكم الصوره الحقيقيه في سواء في القاهره او الجيزه او كل المحافظات. عشان كده عايزه اروح للمنيا بسرعه لمينا ماهر. طيب نروح للشرقيه الاول ونروح لنورهان طمان معانا من الشرقيه. مينا ماهر، مينا ماهر زميلي اللي واقف من صباحية ربنا، أهلا بيك يا مينا، اتفضل. أهلا بجماهير النادي الأهلي في كل مكان، من هنا من أرض الكرم ومحافظة الشرقية بنبارك افتتاح القناة بشكلها الجديد، شكل يليق بجماهير النادي الأهلي والنادي العظيم. الأجواء هنا جميلة جدا، يعني أول ما وصلنا اتكلمنا مع بعض من جماهير النادي الأهلي اللي أكدوا على أن النادي يتميز مش بس في المجالات الرياضية ولكن أيضا في المجالات الإعلامية. الكل متحمس مستني يشوف القناة بشكلها الجديد، مستني يشوف برامج كتيرة ومتنوعة، خصوصا ان جزء كبير من سكان محافظة الشرقية بيشجعوا النادي الاهلي. دي كانت اجواءنا من محافظة الشرقية، عودة مرة اخرى للاستوديو. بشكرك جدا يا مينا. ومينا الحقيقة واقف من الصبح هو ونورهان طمام من الشرقية. اهلا بيك يا نورهان، اتفضلي من المنطقة. شكرا ليكم جدا وشكرا لضيوفكم الكرام، مشاهدينا مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. والنهاردة افتتاحية القناة ويوم سعيد أكيد لجمهور النادي الأهلي. احنا هنا من مركز المنصورة محافظة الدقهلية، يعني جينا في أشهر ميادين المركز، ميدان السيدة كوكب الشرق أم كلثوم. طبعا زي ما احنا عارفين السيدة الشرق كانت ليها حفلة يعني شهيرة جدا عام 1944 في قلب ملعب مختار التتش، واللي غنت فيها يا ليلة العيد أنستينا. يمكن تكون دي يعني إن شاء الله فتحة خير لقناة النادي الأهلي في يومها الجديد. النهاردة معانا من الشارع ومن مركز المنصورة جماهير النادي الأهلي في كل مكان. احنا عارفين طبعا انه الغالبية العظمى لجماهير النادي الأهلي او لجماهير المنصورة من جماهير النادي الأهلي. معانا جماهير عايزين يقولوا رأيهم في قناة النادي الأهلي، وعايزين يشوفوا ايه، يعني احنا عايزين نعرف منهم عايزين يشوفوا ايه في قناة النادي الأهلي. ممكن تعرفنا بحضرتك؟ سامي أمين. سامي أمين. طيب قول لي أنت متابع لقناة النادي الأهلي الفترة الأخيرة؟ والله متابع يا أستاذة. طيب القناة نفسك تشوف إيه عليها الفترة اللي جاية؟ والله أنا بحب النادي الأهلي جدا ويا رب أكون بخير كده وشرف مصر وشرف الوطن العربي وجميع اللي إحنا بنحب النادي الأهلي. أنا شايفة إن الأغلبية هنا في المنصورة أهلاوية. طبعًا يا أستاذة إحنا بنحب النادي الأهلي جدًا، وما
محمود بن خطيب وكله تمام يعني. وكابتن محمود خطيب مسقط راسه هنا. تمام ابن منصوره، ويا رب شرفنا وشرف الدول العربيه ان شاء الله. كلمه لقناه النادي الاهلي في افتتاحها. مبروك على القناه والف مبروك للمره الثالثه، ويا رب تشرف كده الوطن العربي وتشرف مصر ونورتنا في المنصوره. شكرا ليك. العفو يا فندم، العفو. ودي كانت لقاءاتنا مع الجمهور والناس المارة في الشارع في ميدان السيدة أم كلثوم. يعني مش عايز أقول لكم بجد، كل ما نمشي أول ما بيشوفوا لوجو وشعار نادي الأهلي الناس بتهتم وبتتابع وعايزة تشوف شكل جديد للقناة. ده كان محور كلامنا مع الناس، نفسهم يشوفوا حاجات كتيرة جديدة في القناة. شكرا لكم جدا، وعودة إلى الاستوديو. كان نورهان شكرا جزيلا. احنا ان شاء الله بنتمنى ان احنا يعني ننجح، وان شاء الله هننجح بدعمكم ومساندتكم لينا. هنطلع لفاصل قصير جدا، وبعد الفاصل فيه مفاجأة كبيرة جدا. اتفضل. اهلا بحضراتكم مرة تانية في اليوم الجميل، يوم انطلاقة قناة النادي الاهلي بعد التطوير والتطور اللي احنا شفناه. وزي ما قلنا لكم هيكون عندنا مفاجآت كتيرة جدا، عندنا أخبار كتيرة جدا. والنهاردة بالذات يعني كان لقائي مع فايلر، يا رب يكون عجبكم. وعندنا كمان عجبنا طبعا عجبنا. الحمد لله. الحمد لله، برحب بك يا سهام. عندنا كمان مفاجأة، اتنين من النجوم الكبار جدا جدا في النادي الأهلي، اتنين أعتقد من أساسيات دلوقتي واللي بيعتمد عليهم فايلر بشكل كبير جدا، نجوم بيعشقوا النادي الأهلي، نجوم بيضحوا من أجل النادي الأهلي. عندنا محمد الشناوي حارس المرمى المتألق ورقم واحد في مصر حاليا وإن شاء الله لفترة طويلة، وعندنا اللاعب المتألق الآخر عمرو السولية من اللعيبة المميزة جدا في خط النص. يمكن للأسف إصاباته شوية بعدته عن منتخب مصر، لكن إن شاء الله الفترة اللي فاتت متألق، واللي جاي إن شاء الله ويكون لي مكانة ويكون لي مكان في منتخب مصر. نستقبل مع بعض محمد الشناوي وعمرو السولية. ازيك يا حبيبي؟ اخبارك ايه؟ ايه شنو؟ منور يا شنو؟ ازيك؟ اخباركم ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. طيبه. متألق يا شناوي، بالذات بعد ما جددت او هتجدد. نرحب بيكم طبعا. متألق يا عمرو. محمد منورنا، عمرو منورنا دايما ومشرفنا في البيت الكبير، بيت النادي الاهلي في القناه. وان شاء الله باذن الله مش هقول لكم الدوري وافريقيا ده حاجه يعني مفروغ منها ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. قبل ما اتكلم معاكم نروح بس تقرير سريع جدا جدا خاص بمحمد الشناوي ونرجع لحضراتكم. ايه رايك في الكلام ده يا كابتن؟ طبعا مش طبعا مش الكلام اللي في التقرير، الكلام اللي احنا فيه ده دلوقتي. لا طبعا بقول طبعا الف مبروك على قناه النادي الاهلي طبعا ولجمهور النادي الاهلي. وطبعا انا سعيد ان انا موجود مع كابتن هاني طبعا ومع حضرتك طبعا، وحاجه يعني بصراحه حاجه جميله جدا. وطبعا النادي الاهلي على طول بادارته والناس اللي موجوده اللي قبل كده واللي موجودين بيعملوا احسن حاجه للجمهور ولينا، بيشوف ان اي حاجه محتاجينها بيعملوها بصراحه. الناس يعني الاداره ما تاخرش خالص، وطبعا ببارك للجمهور وبارك للنادي الاهلي وبيت يعني زي ما بيت الكبير يعني. طبعا بيتنا طبعا. بيتكم كابتن عمرو. طبعا منور يا عمرو، منور وحشني جدا جدا. وبرضه ما عشان ما تقولش الشناوي ليه التقرير وانت لا خلي بالك، انت بصيت لي بس كده من تحت فين التقرير بتاعي. نجيب تقرير عمرو السولية ونرجع مع حضراتكم مره ثانيه. طبعا احنا النهارده بنعيد والعيد عيدين وفي ايام مفترجه، والحقيقه مشرفنا طبعا كباتن، مش محتاجين تعريف كابتن الشناوي وكابتن السولية. الايام دي انتوا عاملين فيها ايه مع الكورونا ومش الكورونا لا طبعا الايام اللي فاتت دي طبعا يعني كانت الفتره اللي فاتت ديت الثلاث شهور اللي احنا قعدنا فيهم في البيت طبعا كانت فتره صعبه شويه علينا. اول مره تقعدوا الفتره دي صح؟ طبعا اول فتره يعني فتره طويله جدا طبعًا. شويه بس هي طبعا مش عندنا بس في مصر، في العالم كله. بس احنا طبعا الفتره دي ما قعدنا
كنا واخدين احتياطاتنا قاعدين في البيت ونتمرن في البيت، وكنا واخدين على طول في برنامج على طول من الجهاز الفني معانا على طول. طبعا بنشتغل على طول في البيت، معانا برنامج بنشتغل وهم بيتابعونا على طول على واتساب على التليفونات. لا الامور كانت صعبه شويه بس الحمد لله يعني اللي احنا رجعنا دلوقتي التمرين وبرده بناخد احتياطاتنا وبنقعد من البيت للتمرين، قليل قوي ما بنيجي نخرج عشان برده الفتره دي ما فيش حد يجي له حاجه ولا الكلام ده كله عشان طبعاً ما نخسرش الفتره اللي فاتت. يعني عمور ساكت شنو عمال يتكلم مش واخد بالك؟ واخد جنب منورنا عمرو. لا طبعا عمرو منورنا عمرو، وزي ما شفنا في التقرير ما شاء الله الفتره الاخيره متألق جدا وبتأدي أداء أعتقد من أفضل فتراتك. عمرو احنا عارفين للأسف كان عندك إصابات حتى في بطولة الأمم الأفريقية، وكان كنا خلاص يعني أنت من ضمن الناس الأساسية وفوجئنا بالإصابات. طمنا عليك دلوقتي وطمنا إزاي وصلت للفورمة ديت وإزاي بدأت. والشناوي بيتكلم الفترة الصعبة اللي بعد ما رجعتوا للتدريبات ازاي بتشتغلوا فيها واستعداداتكم بقى لاستئناف الدوري عامل ازاي؟ مفيش طبعا يعني الفتره اللي فاتت دي كانت صعبه طبعا على مصر كلها مش على لعيبه الكوره بس. احنا ما كناش متعودين ان احنا نقعد الفتره دي كلها من غير تمرين ومن غير كوره ومن غير ماتشات، فاثرت جدا علينا. وطبعا يعني حضرتك عارف القعده في البيت طبعا دي حاجات طبعا صعبه جدا. كنتوا بتعملوا ايه؟ بتقعدوا في البيت تعملوا ايه؟ ما بنلعب مع الاولاد بقى يعني بنقضي الوقت معاهم، بنتمرن في البيت حاجات. بس برافو عليكم يعني انا شايف يمكن ما فيش يعني ولا لا ما فيش ولا نزلوا خلال الاسبوعين اللي فاتوا؟ لا ما فيش، كنا بنتمرن على طول. برافو عليكم. على طول كنا بنتمرن يعني يوميا، وكان في متابعه طبعا من المدير الفني ومن الجهاز طبعا معانا. برنامج بنعمله كل يوم، والاكل طبعا كنا محافظين على الاكل. طبعا فتره كانت صعبه، الحمد لله ان هي قدرنا نعديها وقدرنا نرجع واحده واحده وان شاء الله نرجع تاني. الفتره اللي فاتت قبل كورونا انا كنت الحمد لله ماشي بصوره كويسه، بدات ان انا اطور واشتغل على الحاجات اللي ناقصاني بمساعده طبعا مستر فايلر. دي كانت تعليمات عمرو يعني من فايلر. احنا شفنا ما شاء الله 8 اللي هو الرقم 8 البوكس تو بوكس عاملها على اعلى مستوى وبتتقدم وبتجيب اجوال. انا عارف دي طبيعتك في جزء من يعني مرحله من المراحل يمكن قلت شويه بسبب الاصابه، فدي كانت تعليمات واضحه من فايلر انك تكمل، ولا بطبيعتك انت بدات لما الواحد بيحس انه بيزيد وبيحس انه فايق بمعنى صاحب لغه الكره انت بتعمل القصه دي لوحدك يعني؟ لا هو مستر فايلر من اول يوم جه فيه هو بيطلب من اللعيبه كلها ان هي تكمل، واللعيبه كلها لازم تهاجم واللعيبه كلها لازم تدافع في نفس الوقت. ما عندوش حد اللي هو بيعمل حاجه واحده بس، لا انت لازم تعمل الاثنين عشان تبقى موجود في الملعب. انا بدات اشتغل على الناحيه الهجوميه، بدات ان انا اكمل افكر ان انا اجيب جوان اكتر اعمل جوان، دي فرقت معايا طبعا، ومع التمرين طبعا الحاجات دي بتزيد. طيب شناوي انت لسه مجدد عقدك، كلمنا عن كواليس التجديد، مبروك طبعا. الله يبارك فيك. طبعا لا ما فيش كواليس، بلاش الكواليس دي. لا لا ما فيش كواليس حضرتك عارف. لا هو في الاول وفي الاخر الموضوع جاء على طول. الامير كلمني بالظبط، عمل معايا ميعاد. امير توفيق عمل معايا ميعاد، قعدت معاه خلصت معاه كل حاجه ومضيت، والموضوع ما خدش بالظبط تلت ساعه الموضوع كله خلاص مش اي حاجه يعني. طبعا شنو يعني انا عارفه من زمان، وخلي بالك كمان محمد قعد فتره صبر كتير جدا، وانا دي حاجه تحسب له ان فتره من فترات ما كانش بيلعب اساسي يعني ممكن نقول كان رقم 2. ففي ناس كتير قوي بتزهق وبتبدا لا انا عايز اروح حته. هو محمد عارف قيمه النادي الاهلي كويس قوي، وعارف انه في مكان هياخد طالما وبيتمرن كويس قوي هياخد فرصته، وده اللي حصل. وفترة صغيرة جدا بقى رقم واحد في مصر ورقم واحد في النادي الاهلي. فطبعا بنحييك شنو على المستوى ان شاء الله باذن الله مستمر ان شاء الله. قولوا لي بقى عايز اخد رايكم انتوا الاثنين في حاجه، ويمكن كلمت مع مثل فايلر. انتوا شايفين كان طلع قرار من الاتحاد الافريقي ان المباراه الافريقيه هتبقى مباراه واحده، وبعدين رجعوا في القرار قال لك لا على ذهاب وعوده. انتوا كلعيبه شفتوا الموضوع ده ازاي؟ واني افضل بالنسبه لكم انتوا، اني افضل مباراه واحده مباراه نوك اوت ولا مباراه ذهاب وعوده؟
بالنسبه لنا طبعا هو مباراتين مش مباراه واحده، يعني مباراتين اللي بقى فيه هيبقى فيه يعني فرصة. احنا فرصه طبعا اللي احنا كده كده الماتش الاولاني بيبقى في هيبقى في المغرب، الماتش الثاني هيبقى على ارضنا. لا يبقى فيه فرصه طبعا اللي احنا يبقى قدر الله حصل حاجه هناك نقدر نعوضها هنا، نركز هناك ناخد نجيب نعمل نتيجه ايجابيه هناك نكسب هنا على ارضنا. لا طبعا انا شايف ان الماتشين النظام القديم احسن من نظام المباراه واحده طبعا. يا عمور طبعا لا مباراتين طبعا، لان احنا متعودين على ان احنا نلعب مباراتين على طول يعني، فالنظام لما يتغير لمباراه واحده ده يعني مش هيبقى في مصلحتنا قوي، لان احنا نلعب اول ماتش هيبقى بره، فلو في حاجه لا قدر الله نقدر نعوض في الماتش العوده. وطبعا يعني ان انت تلعب ماتش على ارضك دي احسن من ان انت تلعب في مكان تاني انت مش عارف الاجواء بالظبط. بالظبط هو كان اللي بيفرق كمان معانا يا سامو، احنا كنا لعيبه كره عارفين، ويمكن ده اللي المحروم منه النادي الاهلي وكل الفرق بتلعب في افريقيا، الجماهير. احنا دايما بنتكلم ان جماهيرنا لما بتيجي على ارضنا ما بتبقاش سلاح لينا، ده احنا كان في فرق بتنزل مجرد وجود الجماهير والدخله الاولانيه بتفرق جدا. امين. فعدم عدم وجود الجماهير ده اعتقد يعني مش بتقلل الحماس، لكن بتاخد جزء يعني بتاخد جزء منك عشان هو انت نازل ملعب فاضي. ماتش سان داونز كان الماتش كان في استاد السلام، اتحول لماتش في استاد القاهره عشان الجمهور يجي بكثافه، وجمهور جه لا عمل معانا. بس انتوا تخطيتوا العقبه دي طبعا. انتوا تخطيتوا عقبه لا بس هو ما بيبقى موجود في ماتش سان داونز ده مهم طبعا اللي هو يبقى موجود ان هو يدينا دافع. لا احنا ذات نفسنا بيبقى في حماس في الملعب، هو بيشجعنا الكلام ده كله بيفرق طبعا. صوت الجماهير في الملعب، وخلي بالك الجماهير واحنا لاعبين كره عارفين ان الجماهير اولا، واحنا بنحضر برضو وانتوا اللي بتشجعونا في المدرجات يعني بتشجعونا عشان كده الموضوع بيبقى في الوقت الصعب بتحس ان لا لو في شده وراك دي بتزقك اكتر حتى من كلام مدرب من كلام زميلك بتحس بصوت، وخاصه جماهير النادي الاهلي وانتوا عارفين. وانا طبعا يمكن من التسعينات يعني اللي لعبت، بس انا بقول لك يعني دي الله يكون في عونكم، لان عدم وجود جماهير مش بتحط لود عليك لكن انت مفتقدينها في الملعب، وان شاء الله باذن الله الامور تمشي ويبقى الجماهير موجوده، خاصه جماهير النادي الاهلي يعني اللي دايما بقوله هي رقم واحد يعني. طبعا ان شاء الله. عندنا كمان مواجهه مهمه جدا الشهر الجاي، الاهلي وانبي. مستعدينها ازاي؟ خلاص بعد 10 ايام دي اول دي قربت خلاص يعني الشهر الجاي اول ماتش في الدوري، برضو شايفين المباراه ازاي، خاصه انها اول مواجهه دايما بتعمل مباراه كويسه مع النادي الاهلي. خلينا على يعني على مر المباريات كلها انبي فرقه محترمه، استعدادات كل المباراه دي ازاي؟ احنا مركزين طبعا في المباراه دي، يعني احنا بناخد كل ماتش بماتشه، يعني ده اللي قاله بايلر فعلا. مباراه انبي اللعيبه كلها مركزه ان احنا نبدا بدايه الدوري تكون زي ما انا هنا، نكمل سلسله الانتصارات بتاعتنا ونفضل ماشيين على خطى ثابته عشان نقدر نحقق بطوله الدوري ويبقى اعداد كويس لبطوله افريقيا ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. برضو اتفضل. لا انا كنت بس عايزه ان انت عمال تتكلم في الكوره، واحنا النهارده قلت بنعيد ها، وقلنا يعني بنحتفل بالتطوير وبالافتتاح الجديد يعني ما اتكلمناش اكتر. اكتر حاجه عجبكم في ديكور البيت الكبير؟ لا ثواني بس، البدله بتاعتي طبعا اكيد بدلتي اكيد. ده سؤال برضه. اكتر حاجه عجبك يا شناوي في الديكور؟ لا لا بسم الله ما شاء الله. قول لي المطبخ، قول لي المطبخ، كل حاجه. قول يا عمرو. لا كل حاجه طبعا، لا كل حاجه حلوه طبعا يعني كل حاجه طبعا، والديكورات وكل حاجه طبعا يعني يعتبر من كنت أكبر. متوقعين التطوير ده يا جماعه؟ كنت متوقع التطوير ده يا كابتن؟ انا ما كنتش متابع قوي بس يعني طبعا يعني لا النادي الاهلي طبعا معودنا على ان هو يكون رقم واحد في كل حاجه. فده طبعا يعني حاجه لازم تكون تليق باسم النادي الاهلي وحاجه تليق بجمهور النادي الاهلي. انت نفسك تشوف ايه في البيت الكبير يا كابتن شناوي؟ شوف في البيت الكبير طبعا، لا طبعا هو البيت الكبير طبعا هيلم طبعا النجوم بتاعتنا كلها طبعا، الكبار اللي قدام واللي موجودين والحاليين يكونوا موجودين على طول. دي حاجه تساعدنا واحنا لما نيجي نفتح مثلا القناه ونشوف في البيت الكبير الناس النجوم اللي قبلنا طبعًا. احنا بنشوفهم في القناه طبعا بنكون مبسوطين ان احنا طبعا الناس دي طبعا عملت حاجه كبيره جدا في النادي الاهلي. النادي الاهلي حاجه كبيره، اي حد يكون موجود في النادي الاهلي يعني بنتعلم منه، الناس الاساطير اللي قبلنا طبعا بنتعلم منهم كل حاجه، المبادئ وازاي كانوا بيتعاملوا وازاي بيتعاملوا مع اللعيبه والكلام ده كله وازاي بيتكلموا، الحاجات دي كلها بتفرق معانا طبعا وبنتعلم منهم لغايه دلوقتي.
وطبعا هو النادي الاهلي طبعا معودنا على طول اي حاجه بيجي يعملها زي ما عمرو قال بيبقى رقم واحد على طول. طبعا انا ما كنتش يعني عارف ان الحاجه لا حاجه تطلع حاجه كويسه طبعا، والناس اللي موجوده تعمل احلى احسن حاجه طبعا. وببارك طبعا للناس وان شاء الله ان شاء الله يعني. انتوا القناه دايما كانت متابعاكم حتى من قبل التطوير في كواليس وسفر واستعدادات، كانت دايما كنا دايما نشوف الكاميرا معاكم على طول. ده بيتنا ده يعني موجود معانا على طول وعلى طول معانا في السفريات وموجوده معانا على طول في الكواليس. لا هنكون موجود معاكم في كل حته ان شاء الله يعني ما تقلقش خالص يا عمرو، ان شاء الله هتلاقيني معاكم على طول في كل حته وان شاء الله. لا انا يعني بص هو سؤال مش محطوط يعني في الورق، بس انا احساسي، انا احساس اللعيبه ان موضوع ان احنا حسمنا الدوري ده موجود، يعني عندك احساس ان الدوري فعلا اتحسم ولا الموضوع لسه بالنسبه لكم الكره في الملعب؟ ده مهم جدا، سؤال مهم يعني. لا وطبعا يعني اللي هيفكر كده يعني هيخسر كتير، يعني احنا لو بنفكر بالطريقه دي مش هنحقق اي حاجه. يعني الموسم اللي فات كنا احنا بعيد جدا والزمالك كان خلاص يعني بيفكر ان هو خلاص اخذ الدوري. احنا الحمد لله تعبنا وبدانا نكسب ماتشاتنا وبدانا نقرب، الحمد لله اخذنا الدوري في النهايه. لكن احنا لو فكرنا بالطريقه دي يبقى هنخسر كل حاجه، احنا ماشيين بخطه ثابته ونكمل ماتش بماتشه ان شاء الله نقدر نحقق. ايه رايك عشان الدوري في دماغكم اكتر ولا افريقيا واخده حيز اكبر شويه؟ لا هو زي ما احنا على طول متعودين الدوري لسه في الملعب، حتى لو احنا فارقين بنقط كتير لا احنا بالنسبه لنا اما نخلص اخر ماتش خلاص احنا حسمنا الدوري، يبقى بالنسبه لنا احنا كده حسمنا الدوري. يعني احنا زي ما حضرتك بناخد كل ماتش بماتشه، يعني احنا عندنا دلوقتي عندنا حوالي 17 ماتش لسه في الدوري، يعني هناخد كل ماتش لسه تقريبا ماتش. دور كامل لسه دور كامل لسه الدوري في الملعب، احنا مركزين ناخد ماتش في ماتشه. عندنا ماتش في الدوري بنفكر في ماتش في الدوري، اول ما بالظبط نخلص ناخد ده الماتش ده حسم الدوري وخلصناه وخدنا 3 بونت وحسمنا الدوري، ده بالنسبه لي احنا كده خدنا الدوري، لازم نفكر في كده. واللعيبه عامه بتبقى ده تفكيرها دايما على طول، حتى كمان الكباتن اللي موجودين طبعا بنتكلم في كده بنتكلم. بس الحاجات دي كمان مش لازم تيجي من المدرب، لا من جواك نفسه كابتن فرقه والناس طبعًا الكبار طبعا هي اللي بتشد الحته ديت. ده دور طبعا كابتن شريف والكابتن احمد فتحي طبعا وانا موجود ووليد وسعد وسلية، لا الناس دي على طول بنتكلم في الحاجات ديت. احنا ما بنحسمش الدوري الا لما ناخد الدوري اخر ماتش خلاص، يبقى خلاص كده حسمنا الدوري. بس احنا في ظروف استثنائيه ويمكن حتى انتوا بيتم يعني معاكم موضوع المسحه، يعني النهارده بنتكلم ايه في 6 مسحات تقريبا، 6 مسحات يا عم. يعني وبعدين وبالمناسبه يعني بنتمنى كل الشفاء طبعا للكابتن حمدي فتحي، ربنا يا رب يقومك بالسلامه. اخباره ايه؟ لا سلبيه طلعت سلبيه النهارده، ده امبارح سلبيه امبارح طبعا، النهارده بقى لسه هتطلع يعني النهارده ممكن ان شاء الله تبقى سلبيه برضو ان شاء الله. لا ان شاء الله يعني شاء الله. هي طلعت مسحه سلبيه. أيوه. لان من الاسبوع اللي فات كان ظهرت ان ايجابيه، لكن الحمد لله المسحه الاخيره كانت سلبيه. بيتحسن؟ لا هو مفيش اعراض، مفيش اعراض والدنيا كويسه يعني. ان شاء الله خير ويرجع بقى بعد العيد. مأثر عليكم بقى، مأثرة بقى عليكم الظروف الجديدة دي والكلام ده اللي احنا بقى في يعني مواضيع، يعني احنا لسه في الكورونا والكورونا ما خلصتش ولسه ما الله اعلم مكملة معانا شوية ولا لا، بس احنا مش هنوقف يعني، دايما نقول الحياة بتمشي ودي صناعة كبيرة، الكورة دي صناعة كبيرة واستثمار كبير، فمش هنوقفها. فاحنا النهاردة راجعين بس بمحاذير واجراءات وقائيه صارمه وشديده، والنادي الاهلي مطبق ده بشكل كبير قوي، فده فرق معاكم ولا لا ما تفكروش في الموضوع ده يا كابتن عمرو؟ لا طبعا يعني احنا طبعا يعني الوضع اللي احنا فيه ده طبعا وضع يعني اول مره نتحط فيه، فيعني الفتره اللي فاتت بدانا نتعود على الوضع، خلاص احنا بقينا بنعمل مسحه كل اسبوع. فاي حد يعني لا قدر الله المسحه دي بتوجع صح؟ مش قوي توجع مؤلمه، انا شايف الشناوي في فتحه بقت اكتر من فتحه. لا ما هي الفتحه دي على لاحظت، خلي بالك مش هي من المسحه صح؟ لا مش من المسحه دي كوره جنب، ما عشان كده بعمل مسحه ما بحسش بيها. جونيور جاي بيبدأ يعمل خلاص قرب يعتزل خلاص. لا بس هي بتقلم صح؟ هي بتدخل فين؟ في النافوق يعني يعني لا هي بتبقى انا بحس ان هي بتاخد يعني بتاخد طبعا صعبه يعني لغايه هنا كده بتطلع لغايه هنا كده، بس ده مالهاش دعوه بالمسحه. لا دي مالهاش دعوه. بيقول لك ايه جونيور اجايله ما شاء الله، بيقول له يا عم بيخاف اول ما بيشوف الناس اللي هم بتوع المسحه الدكاتره داخلين خلاص وشه بيبدا يحمر وخلاص. انا عارف افارقه لما لا هو بالذات هو
بيخاف جدا من الحاجات دي. هو جميل بصراحه يعني هو بيعمل حاجات جميل. هو لعيب هايل وشخصيه محترمه جدا. انا عارفه ان هي بتقلم قوي يا كابتن هاني. لكن يعني طبعا هي يعني انا حتى سالت فايلر قال لي هي يعني بتبقى مقلقه يعني مش مريحه. هي بتاخد تقريبا 5 ثواني او حاجه كده. كملش ان انت عايز تبقى الموضوع موضوع صعب شويه. بس خلاص اخذنا عليها 6 مرات يعني. ده سلامه اللعيبه دوت يعني. وزي ما بنقول يا سهام احنا كلنا عايزين الحياه بتمشي، لكن سلامه اللعيبه دي اهم حاجه. أكيد. يعني اول ما لا قدر الله بيظهر حاجه ايجابيه بيتعزل تماما لغايه ما يرجع تاني. وان شاء الله باذن الله كلكم تبقوا سلام وان شاء الله. ده اللي احنا بنقوله بقى كابتن، لازم بقى كل الناس تاخد بالها، واللي مثلا اللي بيتمرن بيخلص هو عارف يبقى يعني حاجات محدوده، يروح الاماكن محدوده، عارف رايح فين وجاي منين، عشان طبعا الفتره الجايه داخلين على ماتشات. اليومين الاولانيين يا شناوي كان كنت بتتمرنوا كل مجموعات يعني ولا كان قعدنا اسبوع نتمرن كان شكلي كل 4 مع بعض بيتمرنوا؟ لا كنا مجموعتين. نتمرن على معادين. معادين مرن الساعه 8 وناس تتمرن الساعه 10 ونص. اوكي اوكي. لحد ما عملنا المسحه وكله بقى تمام. كله تمام واطمنتوا؟ قعدنا اسبوع كامل وبعد كده عملنا مسحه، وبعد كده عملنا مسحه ثانيه، وبعدين كده خلاص بقى المسحه الثانيه كله بقينا مجموعه واحده، بس برضو بناخد بالنا واحنا في التمرين والكلام ده كله. بس الفتره دي طبعًا لازم ناخد بالنا، والناس كلها بصراحه ماشيه على النظام يعني، وان شاء الله ربنا يكرمنا يعني ويبعد عن اي حد حاجه وحشه يعني. لا ان شاء الله ان شاء الله كله يبقى تمام ان شاء الله. قولوا لي بقى عايزين تقابلوا الزمالك في نهائي افريقيا ولا عايزين تعملوا ايه؟ ان شاء الله ان شاء الله. تبقى نهائي مصر طبعا، تبقى حاجه كويسه قوي. سعيد قوي كابتن عمرو ان شاء الله. كان هو طبعا يعني انا بالنسبه لي ان اثنين من بلدنا من مصر يكونوا موجودين، وان واحد منهم ايا كان، كلنا نتمنى طبعا النادي الاهلي ان الكاس ما تخرجش بره مصر، ده مهم جدا. اكيد اكيد. فشايف المباراه يعني المباراه قبل النهائي دي ازاي؟ يعني انت شايفها ازاي؟ وخاصه المباراه بره في المغرب. لا طبعا احنا لعب فرقه الوداد دي طبعا فرقه محترمه جدا. واحنا على طول الفتره اللي فاتت دي كنا بنلعبها، وطبعا احنا يعني شبه احنا عارفينها كويس. الماتش بالنسبه لنا وبالنسبه للعيبه لعيبه مختلف تماما، ان هم مركزين جدا اللعيبه. خلي بالك جريدو طبعا هو جريدو يعني لعب معانا النادي الاهلي. لا كمان لعب الساحلي هناك بالظبط. وكمان هو يعني بيستخدم دلوقتي اساليب ان هو بينرفزنا في الملعب. والله طبعا ماتش النجم الساحلي هناك كان ما كانش ماتش سهل على فكره. ده قبل الماتش ولا بين الشوطين؟ لا في الملعب. في الملعب يعني في اللعيبه جدا ان هم يلعبوا علينا جامد والكلام ده. كان ماتش كله كان ضرب هناك. ده بيغل بقى. لا هو عارف ان هو هيجي هنا برده. احنا برده كنا هناك بصراحه، كنا يعني اللعيبه كانت مركزه، بس حصل بالطرد بتاع ايمن يعني حجبنا شويه طبعا. بس احنا عملنا ماتش كويس جدا هناك، وكنا احنا اللي ماسكين الكوره، بس لما جم هنا برده احنا عملنا عليهم ماتش كويس جدا. لا طبعا هيبقى ماتش قوي طبعا، نصف نهائي طبعا اللعيبه كلها مركزه، بس احنا هنركز في الدوري الاول ان احنا يبقى اعداد للماتش ده. وانا شايف كده ان شاء الله خير. طبعا ماتشات الدوري دي كمان هتقومكم يعني. حتى كنت بتكلم مع بايلر ان كويس قوي ان المسابقه رجعت، علشان تخيل انت ما عندكش مسابقه وهتلعب بطوله افريقيا. الاسابيع اللي جايه دي هتقوم الدنيا، والماتشات هتجيبكم وهتجيب لياقتكم البدنية يعني إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. إحنا مش عايزين نطول عليكم أكتر من كده. إحنا سهرناكم وأنتم موجودين من بدري إحنا عارفين، بس كان لازم نحتفل بالقناة في شكلها الجديد وأنتم معانا. أكيد وأنتم عارفين الناس بتحبكم قد إيه وعشاقكم في كل. إن شاء الله. نورتونا. بس آخر سؤال للشناوي، معلش آخر سؤال. عايز تروح الأولمبياد؟ اكيد طبعا. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. نورتنا الله. نورتنا طبعًا. محمد نورتنا عمرو، بالتوفيق ليكوا دايما ودايما منورنا. يعني سعداء اللي احنا معاك والله بجد والله، وفي النادي الاهلي طبعا وفي بيتك الكبير. احنا سعداء بيكم وانتم شرفتونا النهارده. شرفتي كابتن شناوي وكابتن عمرو. طيب احنا بنفكر حضراتكم ان احنا معاكم كل يوم في البيت الكبير من 10 ل 1 المساء والسهره، وزي ما قلنا في البدايه، معرفش انت قلت كده ولا لا، بس احنا بنوعدكم ان الحلقات اللي جايه حلقات مختلفه وفيها مفاجآت كبيره جدا، وبنتمنى ان احنا النهارده نكون عند حسن ظنكم. عايز تقول ايه؟ عايز اقول مبروك تاني لكل جماهير النادي الاهلي، مبروك لانطلاق قناه النادي الاهلي بالشكلها الرائع دوت، وان شاء الله نكون عند حسن الظن. اعلام محترم، اعلام واقعي هتلاقوه في البيت الكبير في النادي الاهلي. تصبحوا على خير.